للمحزن. يعني طبعا انا مدرك، وانا زي كتير من حضراتكم عندي تقدر تقول كده خليط مشاعر ما بين حاله احباط وما بين حاله قلق، وانا اللي هممني اكتر القلق. طبعا زعلانين ان احنا خسرنا نقطتين مهمين جدا امبارح في مباراه الجونه، لكن اللي يمكن يعني عايز اركز عليه اكتر هو القلق اللي موجود عند اغلب جماهير النادي الاهلي من بقيه المشوار. بالمناسبه يعني خليني اول اقول انه ريكاردو سواريش لا علاقه له ولا يتحمل الا جزء بسيط جدا من نتيجه امبارح. الراجل الحقيقه لغايه دلوقتي لسه ما اشتغلش، ولسه ما عرفش المشاكل فين، ولسه ما قدرش يقرا كويس قوي الفرقه اللي معاه وامكانياتها ايه، ويعرف امكانيات اللعيبه عشان ممكن يكون في اعاده توظيف، ممكن يبقى تطوير في المستويات وفي الاداء. فبالتالي ما تقدرش تحاسبه على ضياع النقطتين. الراجل كمان محتاج يشتغل على الدوري نفسه، محتاج يعرف ويتعرف على امكانيات الفرقه اللي بتلعب معاك، محتاج يقرا كل فريق عشان يعرف يحط السيناريو الامثل لكل مباراه، وده بالتاكيد مش هيحصل في 3 4 ايام. الراجل ما اتمرنش يمكن مع الفرقه او ما مرنش الفرقه غير تقريبا 4 تدريبات، فلسه القصه هتحتاج وقت. لكن الاهم وده السؤال اللي عند معظم الجماهير النهارده، هتلحق تلم اوراقك امتى؟ وخصوصا اللي جاي اصعب. يمكن الايجابي في الفتره اللي جايه ان عندك اسبوع تقريبا يعني في التقاط انفاس، بكره راحه سلبيه وبعد كده الفرقه ترجع تتمرن عشان مواجهه فيوتشر. 3 ماتشات صعبه قوي، راجل داخل في فيوتشر وبعديه الزمالك في كاس مصر ونهائي كاس مصر وبعد كده بيراميدز، فثلاث ماتشات من العيار الثقيل. يمكن من الحاجات الايجابيه كمان خليني اقول لكم انه الاهلي بيستعيد جهود 2 من اللاعبين المهمين جدا دفاعيا وهجوميا. محمد عبد المنعم كامبس طبعا راجع بعد الايقاف، وان شاء الله باذن الله زي ما تواصلنا مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي وطمنا على انه احمد عبد القادر في الايام اللي جايه هيبتدي يدخل في التدريبات الجماعيه، وبالتالي ان شاء الله نثبت لحاقه او من بكره تحديدا يبتدي يخش التدريبات الجماعيه بالتدريج، وان شاء الله باذن الله يكون جاهز قبل مباراه فيوتشر. الاهم من ده الحقيقه زي ما قلت لكم انه امبارح ما لعبناش جيم سيء، يعني ما تقدرش تقول ان كره الاهلي كان فيها مشاكل. مشكلتنا الوحيده تحسبها تركيز، تحسبها توفيق، احسبها زي ما تحسبها، لكن مشكله الاهلي واللي اعتقد انه على مستر ريكاردو سواريش ان هو يشتغل فيها بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه هي اللمسه الاخيره. وصلنا وصلنا، لكن ما فنشناش. احنا عندنا فرص كتيره على فكره، ممكن لو كانت اتغيرت نتيجتها كانت ممكن النهارده يبقى الكلام مختلف تماما، وكانت الناس تبقى راضيه جدا وسعيده جدا بالمباراه بتاعه النادي الاهلي امبارح. لكن اللمسه الاخيره عندنا فيها مشكله، والحلول عموما في الفتره الاخيره مش من ماتش امبارح، الحلول من يمكن 5 6 ماتشات قبل ما يمشي مستر موسيماني غايبه مهنجه، ما عندناش حلول. اللعيبه المفترض انها تكون الحل في اوقات كتير جدا بتبقى هي المشكله، لكنها فترة ان احنا نراجع حساباتنا، سواء كنت بتكلم على الجهاز الفني ككل او كنت بتكلم على اللعيبة نفسها اللي محتاجة الحقيقة تقف وتقدر حجم المسؤولية. جماهير الحقيقة يمكن ضربة نهائي دوري الابطال بعيدا عن الملابسات، انا بتكلم كورة، ما كانتش الحقيقة متوقعة. يعني كنا شايفين حتى المباراة وهي بتتلعب في المغرب، وحتى واحنا بنلعب مع الوداد على ارضه وسط جمهوره، كنا شايفين ومقتنعين انه الاهلي يقدر يحسم المواجهة دي. يمكن مستر موسيماني اخطا في المباراه، لاعبتنا ما قدمتش المتوقع او المستوى اللي احنا كنا مستنيينه منها، لكن هي كانت الضربه اللي وجعت كل جماهير النادي الاهلي، وبالتالي الجمهور مش هيستحمل ضربات جديده. يعني لازم نبقى مدركين مقدرين تماما شعوركم بالاجهاد، وعارفين ان انتوا تحملتوا اللي ما فيش بشر ممكن يتحمله في الثلاث مواسم الاخيره، لكن شايفين كمان انكم قادرين ترجعوا، وشايفين انكم ما زلتوا لغايه اللحظه دي افضل فريق ممكن يقدم كوره في مصر بعيدا عن كل المنافسين، وبالتالي تحقيق القاب عندنا فرصه كبيره جدا فيها. وبالمناسبه عشان برضو ما نروحش بعيد، احنا بس خساره امبارح رجعتنا للمربع 0. يعني امبارح ابتدينا اعتبر كده ان ابتدينا مسابقه الدوري من اول وجديد، واحنا مصفرين عدادات. ان شاء الله باذن الله الماتشين المتاجلين للنادي الاهلي يحطونا على قدم المساواه مع اقرب فريق بينافسنا هو نادي الزمالك اللي هو متصدر لغايه اللحظه دي، وبالتالي ما خسرناش كتير والامور ما زالت في ايدينا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع في اسرع وقت ممكن قبل ما